يعني انت مش جاي ولا اعطيني بكلم نفسي انا؟ ها يلا انا قايل لك من تحت انجز. انت مالك غامض النهارده؟ مين الراجل ده؟ في ايه؟ مساء الخير. مساء الورد. الفاتوره واوردر تسليم الكاميرات بتاعت البنك والفلوس. يا جدع انت بقول لك مساء الورد تقول لي فاتوره وفلوس وكاميرات، هو انت ايه على طول متصربع كده؟ ما بالراحه شويه، ولا انت كده على طول حاني؟ انت عايز ايه هني؟ يا راجل بقول لك مساء الورد. مساء الجمال. برضو الفاتوره واوردر تسليم الكاميرات والفلوس. يا بوي هو ايه ده؟ انا هعمل تليفون بقى عندك وطير. بقول لك ايه، لا طير ولا ترقد، خليك مكانك هنا لغايه ما اقول للست اللي هو انك جيت. استنى هيك خش حديده. ده يا ولد يا ولد. استنى 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 رد على التليفون. استنى. الو. الو مساء الخير يا استاذ عثمان. انا عمر. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ربنا يديمها نعمه. ممكن اكلم علي؟ موجود جنبي. حاضر ثانيه واحده. خد كلم. الو يا حلوه. عمر ايه ده؟ قفشت ابوك كده من اول كلمه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ بلعب. ماشي يا سيدي. كسبان ولا خسران؟ شويه كده وشويه كده. يا رب دايما كسبان يا حلوه. شكرا. مالك يا رب اتكلمني اكنك مزنوق عايز تروح الحمام كده؟ عايز اكمل لعب. طب يلا. ممكن تديني ماما او عم عثمان اكلمه؟ ماما مش هنا، هديك بابا. بابا بابا. تعالى اكلم عمر. حاضر. ايوه يا عم. ايوه يا استاذ عثمان. معلش انا عارف ان بكره يعني مش اليوم اللي باخد فيه علي عشان يقضي معايا، بس كامل اخويا جاي من السفر وما شافش علي من يوم ما اتولد، فيعني لو ينفع اخد علي بكره من المدرسه يقضي معايا اليوم وابقى ارجعه اخر النهار. طبعا يا عمر الموضوع مش محتاج استئذان. اي وقت. هي حياه مش هنا، لما تيجي هبلغها. شكرا. سرحين. انت هتف ولا ايه؟ بفكر. طب سيبت اللي هو عايزك جوه. ادخل. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا عمر. ده عنوان فيلا بتاعت نبيلة هانم، مستنياك من بدري. تاخد معاك الواد صبيه ده اسمه شماته. يا باشا شماته. وتروح هناك على طول. على طول؟ ده اللي هو امتى سعادتك؟ يا عمر دلوقتي تروح دلوقتي حالا. حالا ازاي بس سعادتك؟ طب انا عندي فكره يا باشا، ما تبعت الواد انور وهو قاعد طول النهار ما بيعملش حاجه وعمال يشرب سجاير. انور دلوقتي بيشرب سجاير في الاوضر بتاعه في المعادي. يلا المقايسه كلها مش هتاخد اكتر من ربع ساعه، والفيلا قريبه. بطل بقى الحاجة الفاضيه بتاعتك ديت عشان تزوغ من الشغل. يا باشا والله ما حاجه، اصل الفكره كلها انا اخويا الكبير جاي من السفر النهارده، عايز بقى اروح المطار واستقبل. يا حبيبي انت طول الوقت بتشك من قله الفلوس، روح اعمل المقايسه بتاعتك، كاميرا ولا اتنين وتاخد حقك. يلا. طب عندي فكره يا باشا، الواد سيد بدل ما يروح. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كنوز وهيجي امتى؟ يا بنتي بقول لك جاي النهارده ان شاء الله. عايزه الحق اروح عشان اساعد ماما. وهتتصرفي ازاي دلوقتي؟ انا عارفه بقى الغلب اللي احنا فيه ده. طب اخش اقول له عايزه اذن؟ ما فيهاش حاجه، انت عمرك ما خدتي اذن، وبتهيألي ان هو مش هيقول لك لا. خشي كلميه. خير يا فاطمة؟ خير إن شاء الله يا حاج. أنا كنت بستأذنك بس أروح بدري ساعتين. ليه؟ خير كفلة الشر؟ لا لا خير ما تقلقش، أخويا أصله بس راجع من برا النهاردة إن شاء الله، وعايزة أروح عشان أساعد ماما، يعني كمان صحتها على قدها. لا لا ألف سلامة لماما. لا ده الواجب عليا أجيب الدكتور بتاعي وأروح لها لحد باب البيت وأطمن عليها. لا لا يا حاج كتر خيرك، مش للدرجة دي، انا مش عايزه بس غير اذن اروح بدري ساعتين. امرك واجب النفاذ يا بطه.
شكرا يا حاج. من فضلك بس يا حاج سيد، يا ريت تندهني فاطمه زي ما بتنده بقيه زمايلي. على اذنك. وماله؟ بتصير القماشه الخشنه تنعم والكنزه تعرض، ولا داعي للقلق. وانت بتكدرني معاك ليه يا عمر؟ الله انت ادرى مني بنوع الكاميرات المناسبه هنا. انا كل اللي يهمني ان انا عايزاها تكون صغيره وتتحط في اماكن محدش يقدر لا يلاحظها ولا يميزها. فهمت حضرتك. بقى الفيلا بس بسم الله ما شاء الله يعني حجمها كبير، هتحتاج كاميرات كتير يعني. انا مش محتاجه غير واحده بس، مش هنحطها هنا، هنحطها في اوضه النوم. اوضه النوم؟ تعالى معايا اوريك. اوضه النوم؟ ايوه تعالى معايا. تعالى تعالى هاجي معايا. انت عايز تصور ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. انا مسافره مع ماما لمده شهر. مش كتير شهر؟ هي فتره العلاج كده. هي عندها ايه بس الف بعد الشهر؟ عيانه ومحتاجه فتره علاج لمده شهر. خلاص انتوا ادرى بقى، انا شخصيا مستكتر شهر ده. اتفضل. اوه يا نهار اسود ومنيل. ست مين اللي تاخد مكانك في غيابك يا ست هانم؟ ده في ماسورة نسوان هتضرب في البيت وانت مش موجودة. بقى بذمتك في ست تسافر وتسيب جوزها في أوضة زي دي لوحده؟ ده مش محتاج شيطان يوسوس له، ده محتاج شيطان يهديه. يبقى افضل شوف شغلك وحدد لي مكان الكاميرا فين. حاضر. ده ايه ده؟ انت بتدور على ايه عندك؟ اشوف مكان نحط فيه الكاميرا عشان نشوف المصيبة اللي عايز يعملها. مبدئيا كده احنا هنحتاج كاميرتين في الاوضه. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ السير كبير فممكن مع الشقلبه ساعات كل الوشوش ما تبانش. شقلبه؟ ماشي. مش كده ولا ايه؟ تمام. البيت ده فيه اوض تانية؟ اه، في تلات اوض تانية غير الاوضه دي. تلات اوض فيهم نفس السرير ده؟ اه، نفس الحجم. يبقى هنحتاج في كل اوضه كاميرا، وانا مش ضمني هيعمل عملته في انهي اوضه. عندك حق. مش كده؟ ايه ده شباب؟ نسينا المطبخ. ايه؟ هيقعد في المطبخ كمان؟ يا هانم المطابخ ياما شافت بلاوي. المطبخ من هنا، اتفضل معايا. عيب، انا قلبي كان حاسس. لعلمك بقى الترابيزة دي مناسبة للوزيرة جدا، سويت كاميرتين المطبخ عشان ماتت. حاضر. يا جلال بيه، والنبي حضر لي بكرة 10 كاميرات لفيلا نبيلة هانم. 10 كاميرات؟ ايوه 10 كاميرات يا باشا. 10 كاميرات يا ابن النصابة. الله 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 الله. ايه ده؟ الشاي كان بنص جنيه بقى بجنيه، والقهوة كانت بجنيه بقت ب2 جنيه. دي قفزة تاريخية في الأسعار. ده غير القرفة واليانسون والكركديه وحجر المعسل اللي بقى الدب. يا عم ارفعوا المعسل زي ما هم عايزين، أنا شخصيا ما بشربش شيشة. بس أنا بشرب يا أخي. ايه يا معلم صبحي؟ ايه النقطة اللي انت نطيتها في اسعار المشاريب دي؟ انت مش شايف الدنيا عاملة ازاي؟ اخس اخس عليكم اخس. بتستكتروا على مصر جنيه ولا جنيه ونص زيادة؟ مصر مالها ومال الجشع يا معلم. الله يسامحك يا استاذ ابو المحاسن. الله يسامحك يا استاذ التاريخ. مصر هتلعب نهائي افريقيا بكرة، وكلنا لازم نقف ورا مصر. التشجيع ده مش محتاج كراسي، والكراسي دي بفلوس، ثم وصلت الدش اللي زودوها علينا عشان وصلنا النهائي. انا مستحمل كل ده علشان مصر. انا بحب مصر. ايوه انا بحب مصر. واهو اهو واحد تاني بيحب مصر. يا استاذ عمر تعال اشهد معانا. تعال يا استاذ عمر، تعال اشهد معانا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اشرب بيه يا معلم صبحي. شفت الاستغلال يا عمر يا ابني؟ في ايه يا عم جرجس؟ المعلم استغل وصول مصر للنهائي بطوله افريقيا ورفع الاسعار وبيتمحك في مصر. وايه علاقة مصر بالمشاريب يا معلم صبحي؟ مش فاهم يعني. الله، مين اللي قالك تتكلم؟ حد قالك تشهد؟ يا نهار اسود ومنال، انت مش لسه طالب شهادتي دلوقتي؟ وانت اديتني الوصلة ببلاش؟ حنيت عليا؟
اقطع الوصل عنه يا عمر يا ابني وتعالى ركبها عندي في السطوح، وانا اخلي كل الجيران يجوا بكراشيها ومشاربها ونتفرج كلنا في هوا ربنا وببلاش. طب خلي ده يحصل يا جرجس ورحمه ابويا عوري. الله الله جرايه يا معلم صبح، ما يصحش كده، انتوا ولاد حته واحده. الله يقطع الدش على الوصلات اللي هتوقع الناس في بعض. مش الوصلات اللي هتوقع الناس في بعض، الجشع والطمع. جشع؟ انا هوريك الجشع اللي على اصوله. القهوه بين الشوطين بثلاثه، ولو في وقت اضافه باربعه، ولو قعدت اهداف بخمسه. شفت يا معلم؟ راح على العماره، اموت وادخل اوضته اللي على السطح. صباح الفل على باشا. صباح النور. خير باشا؟ انا نزلت من الشركه اللي شغال فيها ما لقيتش الموتوسيكل بتاعي. فين رخصه الموتوسيكل؟ عمر صلاح الدين طه علي. انت عمر؟ ايوه باشا. ايوه باشا، وصل عندي. تمام، في انتظار معاك. في حاجة يا باشا؟ هو الموتوسيكل بتاعي عليه حاجة ولا لا؟ السلام عليكم باشا. الإدارة كلها نورت يا باشا. أنا علاء بيه. منور يا باشا. أخبارك إيه؟ الحمد لله. إزيك يا عمر؟ وفي إيه سعادتك؟ باشا أستأذن سعادتك أخلص موضوع الموتوسيكل وأسيب حضرتك براحتك. اتفضل يا باشا. مكتبك يا باشا. اتفضل. اقعد يا عمر، اقعد. واقف ليه؟ وانا بس اللي واقف سعادتك؟ ده شعر راسي واقف وتقريبا طقطق ابيض من خضه يا باشا. ما تكبرهاش قوي كده. اقعد اقعد واهدى. حاضر سعادتك. تولع؟ تشكر يا باشا. لسه مخضوض؟ والله يا باشا انا معرفش ان الموتوسيكل بتاعي خطر للدرجات دي، يعني معايا بقاله مده ما بانش عليه حاجه خالص. مبسوط عند اللواء جلال؟ وحضرتك تعرف اللواء جلال؟ مبسوط عنده؟ فضله عدل يا باشا، ما ترزق. الرضا اهم حاجه في الدنيا يا عمر، الرضا. ونعم بالله سعادتك. وفيها يا باشا؟ العقيد جمال رمضان من مباحث الاموال العامه. والله العظيم ثلاثه ما اعرفها باشا. انا العقيد جمال رمضان. باشا يا ابني انت ملبوس، ما تقعد وترتاح كده. اهدى اهدى. اقعد اقعد. شوف يا عمر، احنا شاكين في الشركه اللي انت تشتغل فيها دي. الشركه دي فيها كاموفلاج ستار، ورا الستار ده في شغل تاني خالص غير موضوع كاميرات المراقبه ده. النشاط بتاع الشركة تجارة العملة. تجارة العملة؟ اللي هو جلال ده زمر يعني. بس ما تأخذنيش يا باشا، يعني الموضوع في حاجة غلط. أكيد في حاجة غلط ساعتك. يعني أنا مضيع وقتي وجاي أقابلك علشان معلومات غلط؟ أنا ما أقصدش سيادتك، أصل في الشركة دي سيادتك بقالي كذا. الشركة دي نشاطها الأصلي تجارة العملة، ولو مش اللي هو جلال يبقى حد من شركائه، واللي هيثبت صحة المعلومات دي انت. والله يا باشا انا لو كنت شفت اي حاجة كنت بلغت بنفسي. عمر احنا مش عايزين نتعبك ولا نضيع وقتك.
الموضوع ببساطة إن إحنا عايزينك تحط لنا الكاميرا دي في مكتب جلال. إيه الكاميرا دي سعادتك؟ أنا أول مرة أشوفها. طبعًا. لازم تبقى أول مرة تشوفها. لأن مفيش منها غير عندنا إحنا بس. بكام الحتة سعادتك؟ ليه؟ هتبيعها ولا إيه؟ لا مش للدرجات دي سيادتك يعني، بس يمكن أضحك عليكم في السعر. أضحك على مين يا عمر؟ على ولا حد. الكاميرا دي هي اللي هتثبت جدية المعلومات بالصوت والصورة. طب واشمعنى أنا سعادتك؟ أنا آسف يعني على السؤال. يعني إيه اشمعنى أنت؟ يعني اشمعنى أنا سعادتك اللي اخترته يركب الكاميرا في المكتب؟ لأن التحريات اللي جات لنا أثبتت إنك فوق مستوى الشبهات. أنا؟ أيوه أنت. إيه؟ التحريات غلط ولا إيه؟ لا لا سعادتك لا، التحريات 100 100. بس أنا يا باشا هركب الكاميرا إزاي في الشركة والموظفين عاملين زي النحل؟ أكيد بعد ما زمايلك يروحوا. ما أنا معيش مفتاح الشركة. لكن هانيا السكرتيرة عندها. لا ما دام سعادتك وصلت لهانيا يبقى المعلومات والتحريات وكل حاجة كده يا باشا. علاء حبيبي بيقول لك سلموا الموتوسيكل بتاعه. لكن هانيا السكرتيرة عندها. امال بس هانيا هانيا وحركات في الاخر شايله لي حته سلسله ما تجيش بنص جنيه. ما تصرفوا بقى على نفسكم. بكام دي لو سمحتي؟ بجنيه ونص. بجنيه ونص؟ طب بقول لك ايه بقى؟ والنبي بالمره انا عايز اللعبه دي كمان. ماشي. بس لفها لي لفه حلوه. ماشي. طب الف لك الميداليه دي مع اللعبه؟ لا تتكرمي. انت متاكده ان ده محل لعب اطفال؟ طبعا. انا شاكك في الكلام ده. الفلوس الساعه كام؟ 11. مش بدري. لفه حلوه على ذوقك. من عينيا. صباح الخير مدام فريده. ايوه يا فندم. صباح النور. انا ماجي حرم دكتور لطيف، اجرتك الجديده شقه 3. اهلا وسهلا. ممكن اخد من وقتك دقيقتين؟ اه طبعا، انا اسفه. اتفضلي. بالي حضرتك. دي حاجه بسيطه للتعارف. ميرسي قوي، ما كانش في داعي للتعب ده، واجب علينا. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. اهلا بيكي. ان شاء الله تبقى اجرت العمر. مع ان العمر مش فاضل فيه كتير. يا خبر، ليه حضرتك بتقولي كده؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر ويعوض عليكي بالخلف الصالح يا حبيبتي. وهو حضرتك عرفتي منين ان انا ما عنديش اولاد؟ لا دي كانت مجرد دردشة مع البواب ومراته حوالين سكان الدوريا، من باب المعرفة يعني مش اكتر. مفهوم. تحب حضرتك تشربي حاجة؟ انا مش جاية اتعبك، انا ليه عندك طلب وان شاء الله اردهولك باللي نفسك فيه. مش فاهم حضرتك، حضرتك كده بتقولي الغاز بالنسبه لي. بصي بقى، انا عندي بنتين وولد، والولد هو الكبير خريج ليسانس اداب قسم انجليزي بتقدير جيد جدا، بس انا وبابا صعبان علينا قوي انه يشتغل مدرس، خصوصا ان البنتين واحده صيدله والتانيه طب اسنان زي باباها. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. من ضمن المعلومات اللي وصلت لي ان الباشا جوز حضرتك شغال في امن الدوله، يعني ليه كلمه ويقدر يتوسط لباسم يشغله في الخارجيه او في شركه الاتصالات بتاعه المحمول، والاتنين فلوسهم كويسه ومركزهم احسن. الحقيقه مدام ماجي يعني. استني بس، انا قلت لك انا عايزه منك ايه، لكن ما قلتلكيش انا هنولك اللي في بالك ازاي. رجعنا للالغاز. ست مغربيه محدش قصدها ورجع مكسور الخاطر، اخرهم سلفتي الصغيره، أكتر من 15 سنة جواز من غير خلفة، لحد ما ربنا وضع سره في الست دي، وهي دلوقتي ما شاء الله عندها طفل 4 سنين مالي عليها البيت هي وعم الأولاد. مالك يا توما سرحانة في إيه؟ هكون سرحانة في إيه يعني؟ أختك مالهاش تقول على البامية. قال لي يما أختك دي الله يكون في عونها،
مش ملاحقه على الطبيخ ولا على التنظيف ولا على الشغل. سامع، اختك دي بميت راجل، مش عامله زي ناس بتاع الدلع ومياصه. الله الله الله، قصدك ايه يعني؟ يا عم بنخشك يا عم، هي منخشه بفلوسها كامل. شايفه امه؟ والله زمان تعيشوا وتناقشوا بعض يا ولاد. خليك انا هفتح وكلي، ولو اني عارف مين ياما من قبل ما افتح. دي خبطة ابراهيم. بصي، كل واحد في البيت ده عارفه بطريقته الا انا عارفه بريحته. اهو اتفضل. يا ستار، انت رشيت من ريحه كامل. ايه مالك، رش الدوج ما فيهاش حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا سلام على مواعيدي، ده انتوا لو ظابطين ساعاتكم عليا ما تبقاش كده. اتفضل يا خال، حماتك كانت هتحبك. يا اخويا، مش لما يتجوز الاول؟ طب والله يا راجل ناصح، عارف يصرف قرشه ازاي؟ الحمد لله. تسلم ايدك يا امر. تسلم وتعيش يا حبيبي. قومتكم ولا ايه؟ لا احنا كده كده امين. نعمل اعمل لك معانا شاي خال ولا بعد الحلو؟ ما انا عارفك. اعمله مش هيخسر، وانا بشربه بارد اساسا. بتشربه بارد؟ ماما يقول لك كده كده بشربه بارد. مين خالك انه عارف نفسه؟ لا بقول لك ايه يا استاذ عمر. نعم. الاقيش عندك شويه شوربه سخنه كده تدفي معدتي قبل الاكل. من عينيا. تسلم عينيك يا رؤية. عارف يا حبيب خالك، امك دي اعز اخواتي. انت بتكلم مين يا خال؟ وانا غريب يا خال؟ ما انا عارف ان انتوا اتنين وما لكمش اخوات من اساسه. ده تعبير مجازي يعني. بقول لك ايه، انا قعدت افكر ومحص وتكتك، وصلت لك لمشروع ايه مية مية هيوكلك ايه دهب. تتكلم بجد يا خال؟ نورنا، الله ينور عليك. اضرب بس شويه الباميه القرديح اللي مش باين لهم لحمه دول، وشويه الرز، واحبس بشويه شاي، ونقعد انا وانت ايه نقرر. والنبي يا عمر، ابقى سيب لي فلوس لحسن المصروف قرب يخلص، وانا مكسوفه بصراحه اطلب من اخوك. على اساس انك لو طلبت منه اما هديك يعني. من عينيا، بكره الصبح يبقى معاك الفلوس. تسلم يا حبيب روق. ربنا يخليك لي. مالك يا فاطمه؟ مش عجباني كده. مركز معايا ليه يا عمر؟ شاوريه على حد اهم منك ونركز معاها فاطمه. انا عايشه يا عمر، عايشه وبقول الحمد لله. كلنا بنقول الحمد لله، بس انا ما بعملكيش اختبار ايمان اشوف بصبرك على قد ربنا. انا بسالك مالك ده لو عايزه تفضفضي. طب وهي الفضفضه بتعدل المال؟ المال مش هتعدل بالفضفضه، واللي ماشي شمال ما يتزعلش عليه. انا زعلانه على عمري اللي راح جنب منه 4 سنين وزياده يا عمر، وانا مربوطه على اسمه، وفي الاخر اتلكك لي على غلطه تعدي عادي ورماني بطول دراعه. طب الحمد لله انك عارفه انه كان بيتلكك لك. بصراحه كنت خايف اكون انا السبب، كنتش عارفه اكلمك في الموضوع ده ازاي. هو انت هتعرفني النهارده مين عمر؟ ربنا يخليك لي يا اخويا ويسعدك ورايح بالك يا قلب اخوك. يلا بنت كملي معايا. يلا مفيش وقت. حاضر. خلصت الشيء؟ ها يا خال، قول اللي عندك. شوف بقى يا حبيب خالو، انا قعدت افحص ومحص، لقيت لك 3 مشاريع ايه ما يخروش الميه، يجيبوا فلوس ايه كده كده كده. يا سلام، بس اوعى تقول لي بقى فول وطعميه والكلام الفاضي ده. لا 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 لا، فول وطعميه ايه وزيت وبتنجان والكلام الفاضي ده، وكتر لي الترش شويه، مش سكتي انا الحكايه دي خالص. حبيبي يا خال، اهو انت كده ملمس معايا. احنا هنبيع الهوا. هوا؟ اه، محل كاوتش. انت عارف البلد مليانه عربيات ومطبات، جنب كام بطاريه كده، وغير يا معلم في الفرد، ده غير بقى ايه الظبط والنفخ. ما تشوف لي حاجه غير النفخ دي يا خال. انت مالكش في النفخ، انت بيض صح؟ بيض. مزرعة فراخ، إيه رأيك؟ مزرعة فراخ، بيض يفقس يبقى كتاكيت، نستنى عليها شوية تبقى بدارة، السعر يغلى، ولا أقولك إحنا نبيع بيض أحسن. بيض ونفخ. خال، هو أنت فاكرني راجع من العراق بكام عشان أعمل مزرعة دواجن؟
ما انت ما قلتليش يا حبيب خال وانت راجع بكام؟ مش هقول لك يا خال. بقول لك ايه؟ سيبني انا بقى اعمل المشروع اللي على قد فلوسي. انا خلاص هرش طموحاتك. طب اسمع بقى. اسمع بس، المشروع التالت هيعجبك قوي. لا تالت ايه؟ بنوتي سنتر. ولا تالت ولا رابع. كفايه علينا البيض والنفخ يا خال. دكتور عبد الله. ايه مازن؟ شايف بيرت اغيره؟ لو سمحت اغيره. استنى يا مازن. مساء الخير يا دكتور. اهلا نديم، اتفضل. تشرب قهوه؟ يا ريت. اتنين قهوه لو سمحت يا مازن. حاضر يا دكتور. ايه الاخبار يا عبد السلام؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. نورت المكان يا فندم. تحب تاخد حاجة؟ معلش اخد نفسي بس الأول. تمام، اتفضل. بدر باشا. ازيك يا عمر؟ ازيك يا باشا؟ اعطي. شربت حاجة؟ هقول يا فندم بعد ما عليك طبعا. انا بشرب قهوه. يبقوا اتنين. بشرب عبيحه. يبقوا اتنين. اتنين قهوه عبيحه. حالا يا فندم. اخبار سعادتك ايه؟ كويس. طب الحمد لله رب. هو سعادتك عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ في الموضوع اللي كلمت فيه سعادتك. انت لسه مصمم تبلغ؟ امال يعني هضيع وقتك ووقت جمال باشا على الفاضي؟ الا بقى لو المعلومات اللي قلتها لكم طلعت فشوش. خلاص لو لسه مصمم تبلغ يبقى يلا بينا. على فكره احنا طلبنا قهوه ما شربناهاش. قريتك. احنا رايحين فين سعادتك؟ مبنى المخابرات العامه. ده عمر. تؤمرني بحاجة تاني سعادتك؟ شكرا يا نادر. حلال نادر باشا قوي. وانت كمان ابن حلال يا عمر. واللي هو جلال اللي انت شغال عنده ابن حلال ومحترم وفوق مستوى الشبهات. الحكايه كلها كانت اختبار. اختبار؟ كنا عايزين نعرف حجم حبك للبلد قد ايه.
وقد ايه مدمتما اكليها وقد ايه ممكن تضحي علشانها. وانا ما كدبتش خبر سعادتك، يعني اول ما عرفت موضوع الشركه السويسريه بلغت سعادتك على طول. ايوه تدخلي كامل يا عمر. باشا الدنيا مديها ظهرها للكل، بس ابن البلد الحقيقي اللي بيبان وقت الشده. ادخل. ايه ده؟ انتوا مسكتوها؟ الانسه رندا شكري زميلتنا والنقيب سامح عوض. على فكره لسه عريس جديد. اهلا وسهلا يا باشا. اهلا وسهلا، واسفين يعني ان ازعجنا حضرتك في شهر العسل. ولا يهمك يا عمر. تقدروا تتفضلوا. اقعد يا عمر. تعال يا جيهان. الملازم جيهان تايم. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. كده يا باشا مش ناقص غير امي واختي يبقوا شغالين معاكم في الجهاز. اتفضل يا جيهان. اقعد يا عمر. اقعد. عمر انت الفترة اللي فاتت كنت تحت عينينا تقريبا 24 ساعة. لقينا فيك الإنسان المصري الأصيل المحترم الكتوم اللي بيخاف على بلده اللي معدنه الأصيل بيظهر وقت الشدة. ربنا يخليك سعادتك. معلش بس يا باشا، يعني كان عندي مفك صغير كده عايز أفهم. مفك صامورة يعني؟ هو ليه سعادتك وكل البشوات اللي شغالين مع حضرتك يعني حطيتوني تحت عينيكم؟ ها؟ ليه سعادتك؟ انت عارف يا عمر ان اعداء البلد كتير. اكيد يا باشا، اللي يحبوا لنا الشر اكتر من اللي يحبوا لنا الخير. انت سافرت بره مصر قبل كده؟ لا سعادتك، بس اكيد المعلومه دي عندك يا باشا. معلومه ايه؟ باشا ساعتك مش ناقص غير انك تعرف لون شعباطي في البيت ايه. فاكيد معلومه ان انا سافرت بره مصر قبل كده ولا لا عندك يا باشا. بصحصح. انا عاجبك يا باشا. وعلشان كده انا اخترتك. عشان اسافر؟ ممكن. طب ما تشرح لي بشيرين زياده يا جمال بيه الله يرضى عليك. على فكره انا ما اسميش جمال. يعني ما جاتش عادي سعادتك. طب ما تشرح لي بشيرين زياده يا ايه بقى سعادتك؟ خالد صبري. احلى كتير. احنا هنسفرك بره ونزرعك في وسط شبكه بتتجسس على مصر. من غير ما تدور على مقدمات. انت مش مضطر ترد على العرض بتاعنا دلوقتي. بجد؟ أصلي تشوف ساعتك. خد وقتك. في الاول وفي الاخر احنا سايبين لك القرار. وانت حر. الله يريح بال ساعتك. بس معلش يا فندم، يعني عندي كده يعني وصله صغيره عايز افهمها. ده غير الوصلة والمفك بتوع المرة اللي فاتت. اتفضل. اشمعنى انا؟ اشمعنى انا بالذات يا باشا يعني اللي بيشتغلوا في الكاميرات كتير؟ ومين قالك ان احنا ما دورناش؟ وعموما انت عندك حق، بس مش كل اللي شغالين في الشركات محترمين. عندك انور زميلك اللي بيشتغل في الشركة ده راجل بيلعب قمار وكاتب على نفسه وصلات امانة. انور؟ ايوه انور. وانا يبان عليه من الصايع. انا مؤاخذه يعني يا باشا. النوعيه اللي زي انور ولاؤه مش مضمون. ولاؤه الوحيد للقرش. مش زيك ولا اكل بلدك. ده غير انك ذكي وحرك وعندك سرعه بديع. انا كل ده سعادتك. اه طبعا. ما تنساش انك خدت مفتاح المكتب من هنادي مرتين من غير ما تحس. ده نهار اسود. هو سعادتك عرفت اسمها كمان؟
معلش ونبقى باشا، خلي الموضوع ده سر بينا وبين بعض. مره تعمل نفسك جايب لها سلسله مفاتيح جديده فتاخد السلسله، وقال ايه بتنقل المفاتيح في السلسله الجديده، وهوب تاخد المفتاح من غير ما هي تحس. والتانيه تعمل نفسك عارف اللي جوه الشنطه بتاعتها كلها، فهي تضطر بنفسها وبارادتها تطلع كل اللي في الشنطه على الترابيزه، وهوب تاخد المفتاح للمره التانيه. لا مؤاخذة أنا يا باشا، المضطر يركب الصعب. وهو كمان مش طبيعي اللي يدخل مكان علشان يركب فيه كاميرا واحدة يدبس صاحبه في 10 كاميرات زي ما عملت مع الجهاد. أقسم بالله سعادتك، أقسم بالله لو أعرف إن الكاميرات دي ليك وأنا كنت عملت الموضوع ده كله على حسابي. قدها ودود يا عمر. ده غير إنك شغال مع لواء في الداخلية سابق، يعني علاقاته كتير، وممكن يطلب منه انه يركب كاميرات في اماكن حساسه، اماكن مش اي حد يقدر يدخلها. يعني بالنسبه لاي حد عايز يجندك كجاسوس انت كنز. ها في عندك اي صواميل او مفكات عايز تسال فيها؟ لا سعادتك انا اسف على الازعاج. ما تقولش كده يا عمر، وانا ممكن استاذن يا باشا. حضروا العربيه. عربيه اسعد. ايه مش عايز تروح؟ لا يا فندم انا عايز اروح. مع السلامه. مع السلامه خليك بيه. مع السلامه عمر. ايوه سعادتك. انا مش محتاج اقول لك ان مفيش مخلوق يعرف انك كنت هنا، حتى لو كان اقرب الناس ليك. انت لا جيت ولا الحوار ده حصل من اساسه، مفهوم؟ تمام سعادتك. عن اذنك يا باشا اتفضل. اتفضل سعد. دعسة حفريات لسيوة. يا دي سيوة اللي مجنناهم. ادخل. طب انا عايز كشف فيه جنسيات اعضاء البعثة، واذا كان حد زار اسرائيل قبل كده او ليه قرايب هناك. تمام يا فندم. شكرا. شكرا. اتفضلي. اخباره ايه؟ اتخض. اتخض ايه سيادتك؟ ده وشه بيقعد من كتر الخض. ده تقرير باخر تحركات سالم. يعني هكون عايز ايه في ليلتك الغابره دي؟ كي توكي لزي انيمت انفلسس. نعم يا اخويا. ويز يور جيرل فريند. جيرل فريند ايه؟ شو حكايه الجيرل فريند؟ الجيرل فريند ايه؟ شوف ايه حكايه الجيرل فريند. ايه ده؟ ايه رأيك؟
اوبا، تتكلمي كمان عربي؟ اتكلم 5 لغات. ليه هم قالوا لك ان هم هنا عايزين مترجمين؟ قالوا لي انك زهقان ومحتاج حد يسليك. مين بقى اللي قال لك؟ داني. يا ابني الايه داني ده طلع. لا ما دام انت جايه بقى من ريحه الحبايب يبقى لازم تاخدي وجبك ولا ايه؟ بس احنا عندنا الضيف لازم ياخد وجبه وانت ضيفه. قلت لي بقى هما كام لغه؟ 5 languages. لا مشوار طويل قوي وانا اصلي غبي شويه في استيعابي، فاهمه؟ بتدي الفرنساوي؟ Je parle français comme les oiseaux. لا لا من غير كلام خالص. احنا لسه هنتكلم. اهلا يا عمر، تعالى. انا جاهز سعادتك. ومال دمك حامي قوي كده؟ اقعد. لسه بدري قوي على الكلمه دي. كلمه ايه؟ كلمه جاهز. علشان تبقى جاهز ونبقى احنا مطمنين لازم تمر بشويه تدريبات وتتفرغ، وعلشان تتفرغ لازم تاخد اجازه من الشركه اللي انت فيها. بسيطه. والحجه موجوده، الوالده تعبانه ومحتاجه عنايه ورعايه ولازم تكون جنبها. تمام. ومن هنا ورايح مش هتقابلني هنا. ما هنتقابل فين ساعتك؟ 8 الصبح تنزل من البيت. 8 ايه ساعتك؟ 8 الصبح. ايه ما سمعتش؟ لا سمعت يا فندم بس بكدب وداني. ليه بقى ان شاء الله؟ يا باشا هو في تدريبات 8 الصبح؟ ايوه في. 4:10 بستنى يا فندم هبقى جاهز. فين ساعتك؟ مش شايف ان الاجازه دي طويله شويه يا عمر؟ والله ظروفي كده يا فندم، هعمل ايه ساعتك؟ وبعدين حضرتك عارف مفيش اغلى من الام. طبعا. بس انت مش شايف ما هو زمايلي ان شاء الله يا فندم هيسدوا مكاني واكتر ان شاء الله. وانا اوعد سعادتك اول ما اطمن على امي هقطع الاجازه واجي لك بنفسي. مش عارف اقول لك ايه. اتفضل. ربنا يخليك هنا يا فندم. اهو اهو كده؟ اكيد طبعا رفض صح؟ طب لعلمك بقى جلال بيطلع طلع قلبه كبير اول ما عرف ان الاجازه عشان امي وافق على طول. حنين يا بخت مامتك بيك يا عمر. خرب بيتك هتنقع الولية دي لسه خارجه من المستشفى. انا نقع عليها يا عمر؟ طب ايه رايك بقى ان انا نفسي كده اشيلها من على الارض شيل؟ بلاش انا هاجي لها النهارده لحد البيت اطبخ لها بايدي دول حمام محشي وممبار وكوارع كمان. ده على اساس ان امي عروسها يعني؟ يا بنت دي بتتعالج. طب خلاص خلاص بلاش اطبخ لها، اجيب لها ايه وانا جايه النهارده؟ لا انت النهارده مش جايه. ليه؟ اسكتي. مش ماما سافرت؟ سافرت فين؟ مع المنتخب. المنتخب المصري احمد حسن حليم، احمد حسن حسام حسن جوليمه وكمان تصلي امامنا. اهلا يا سالم، اتفضل سالم تعال هنا اليوم سبت ما راح تلقى مكان. هجيب بس حاجه اشربها واجيب. عم حود. اهلا يا سالم. ازيك يا عم حود؟ ورع اهو دبل عشان فوق حمام يا سالم. عم ده منهور ايه؟ بتدور على مين وانا ادل لك؟ عن الست ساره. ساره ايه حكايتك مع ساره؟ عايز منها ايه؟ انت مالك؟ الحق عليا، عايز مصلحتك. وتطلع ايه بقى مصلحتي؟ تشتغل معايا. معاك انت؟ ايه الاداء ده؟ ايه معاك انت؟ معايا انا. الشغل معايا حرم. معايا هتشتغل اكتر وتكسب فلوس زي الرز. لا يا رب. ولو صبرت شويه هرقيك واخليك مشرف على العمال. انت وصايع وحرك وهتعرف تمسك الشغل معايا. القهوه. وهنصحك نصيحه غاليه يا سالم، في شغلانتنا دي لازم تبدا من الصفر عشان توصل. طب وانت ليه ما طلعتش من الصفر؟ عشان ما نفذتش النصيحه. بس انا عايزك تبقى احسن مني عشان الفلوس تجري في ايدك وتشيلها في شويله. ده على اساس ان انت بقى بتوزع فلوسك كلها على عمال عندك. ده انت ادخل من عم دهب بتاع مجله ميكي. ميكي مين؟ وعايز توصل. هيدا المكان اللي قلت لك عليه. ما تشغلش بالك. مساء الخير. مساء النور. سالم ابو نضال. أهلا وسهلا.
اهلا فيك. يا ميت اهلا وسهلا يا ست الكل. اهلا حوده. محمود فيك تعتبره شيخ العرب القتيل. ده بس من ذوقك يا ست الكل. ابو نضال. يا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. ميرسي. اللي ما تعرفوش بقى ان الست ساره ليها في القهوه دي اكتر من اللي ليا. اكتر اشي بحبه فيه حنينه الوطن. يعني شوف الصور اللي معلقها على الحيطان بتحس انك لساتك في مصر. انت عارف انه المصاروي هم اكتر شعوب لما يتركوا بلادهم بيسيبهم هومسك. ايه؟ هومسك يعني حنين للوطن. حبيبي حنين. فعلا زي ما بيقولوا اللي يشرب من نيلها لازم يرجع لها تاني عشان بيبقى ادمن البلهارس. يا الله شو بحب هالاغنية. خلاص يبقى يلا نرقص. نرقص. اتفضل. ميرسي. لا 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 يلا. باشا باشا زي سعادتك ولا سواق عادي يعني؟ حط دي على عينيك. ايه دي سعادتك؟ حاضر. يا سلام منورينا بهوات. مقبوض عليا ولا يا باشا؟ دي احتياطات امنيه. احتياطات امنيه يا باشا. ما علقوش ان انا معاكم مش ضدكم ولا ايه؟ لا لا. والمصحف مقال لكم؟ لا قلنا. وقعت قلبي يا باشا. وطالما قال لكم يعني ده استقبال تستقبلوه لي؟ حاسب توقع بس. ما ينفعش كده يا باشا. الحاجات دي ما ينفعش هزار. فيها اعدام. ودي اهم حاجه لازم تاخد بالك منها. الغلطة في شغلانتنا إعدام. طب بذمتك يا باشا دي جملة قال لي واحد لسه بيقول يا هادي؟ دي أول حاجة لازم تعرفها ولازم تفضل قدام عينيك طول الوقت.
علشان ما تغلطش. هو ايه المكان ده سعادتك؟ ده المكان اللي هنجهزك فيه علشان تكون عمر اللي نفسك فيه واللي البلد هتفتخر بيه. حكاية انكم شغالين في مركز دراسات استراتيجية قالوا متخصصين في أحوال العرب والشرق الأوسط ده كلام أهبل. أنا عديت في الاستئمان ده بمزاجي. اللي أنا أحلف لك 100 يمين إنه ما اسموش سليمان وعليهم 250 يمين عشان خاطر عينيك الزرقاء دي إن أنت ما اسمكش بيتر. بص يا سيدي، أنا عارف إنكم إسرائيليين لقوا شغالين مع الموساد وعايزين تجندوني عشان أشتغل معاكم. أنا موافق بس نتفق. قول لي سهيل عامل معاك إيه؟ الحمد لله يعني بشتغل يوم 10 لا. يلا معلش. طب والقبض إيه؟ بتاخده في ميعاد ولا إيه؟ ساعات ساعات مش قوي بقى على حسب. شد يا عمنا وادعي لي. عاوز واحد شاورما. يعني يا عم سالم مش كنت جيت اشتغلت معايا احسن من عادتك اللي ملهاش 30,000 لازمه دي؟ لا يا عم الحمد لله ربنا فرجها من واسع والاشياء بقت معدل. فرجها؟ فرجها ازاي؟ من فتره كده انت بس اللي اختفيت. سبوبه كان عنده سبوبه في ميكانوس. صباح الفل يا عم دمنوري. ماشي يا عم ربنا يزيدك. طب تدعي له كمان؟ امال عايزني اسب له؟ والله المفروض تدعي عليه، ده بيستغل حاجه الناس وشغلها بتراب الفلوس. يا عم سيبك منه، المهم انت الواد اخوك خلص جيش ولا لسه؟ اشمعنى يعني؟ بعدين انت ايه اللي فكرك بيه اساسا؟ لا بشوف لو عايز واسطه ادلع وبتاع. وانت اشتغلت في وزاره الدفاع ولا مندوب مبيعات ولا ايه؟ انت قلت لي هو في سلاح ايه؟ قوات الجويه. اكيد بيحكي لداني عن الشيخ حسني اللي كان قاعد معاه على القهوه. مين الشيخ حسن ده يا باشا؟ ده واحد بيشتغل في سوبر ماركت يملكه واحد عراقي اسمه سهيل. هو ما فيش صوت ليه؟ هو انت فاكر ان احنا بنعرف نسجل كل حاجه ولا ايه؟ انا بس بعرفك انت رايح فين وداخل على ايه. مين الواد ابن الكلب ده يا باشا؟ سالم الحسيني درويش، مولود في قرية صغيرة جنب ميت غمر محافظة الدقهلية. بدأنا مراقبته بعد المعلومات اللي وصلت لنا عنه من حوالي سنة تقريبا، تحديدا فبراير 97. ناهد الحسيني درويش أخت سالم آخر العنقود وبنت على ولدين تالتة ثانوي السنة دي. أمال عبد المؤمن أم سالم ست طيبة ما وراهاش حاجة غير بيتها وولادها. الحسيني درويش أبو سالم مدير الجمعية الزراعية في البلد عنده ومسؤول عن توريد السماد والكيماوي لكام قرية تانية في زمام الجمعية، وده من الناس اللي بيقولوا عليهم بتوع ربنا. ولما هو ابن ناس طيبين كده يا باشا امال طلع وسخ كده لمين؟ أنا مش هقولك يخلق من ظهر العالم فاسد ولا صوابعك مش زي بعضها. حتى كمان لإخوات عمر مش بالضرورة يبقوا كربونة من بعض. كل واحد بيختار حياته اللي يعيشها على قد طموحاته، وطموحات سالم كانت أكبر كتير من إمكانياته. إزاي يعني يا باشا؟ سالم أساساً خريج كلية حقوق جامعة اسكندرية، يعني معاه مؤهل يا باشا. اشتغل 3 سنين في مكتب محامي في المنصورة تحت التمرين، ولما تودك في الشغلانة كويس بدأ يعمل شغل لحسابه من ورا الراجل اللي كان شغال معاه. إيه ده يا باشا؟ ده بدأ الوطيانة بدري أوي. زور ورق حتة أرض وباعها لصالح واحد تاجر أراضي اللي باعها لواحد تاني على إنها أرضه. كانوا فاكرين إن الأرض دي محدش هياخد باله منها، إنما لما الحكومة لقت إن حد حط إيده على الأرض وبدأ يحفر ويبني فيها
الحكايه انكشفت. سافر سالم قبل حكم المحكمه ما يطلع وطلع على قبرص، وهناك اشتغل في مطعم زيه زي اي مصري مغترب بيدور على لقمه العيش. لكن اللي فيه ده ما بيبطلوش. سالم كان بيسرق من مخزن المطعم وكان بيبيع لحسابه. اتكشف واتطرد من هناك بفضيحه وخرج من قبرص على ايطاليا. وقبل الفلوس اللي طلع بيها من قبرص ما تخلص اشتغل في معرض عربيات في ايطاليا، وبدات تبان له كرامه في الشغل. بس سالم كان مستني اي رساله تجيله من مصر بخصوص سقوط الحكم، عشان كان نفسه يرجع تاني مصر. وفعلا رجع مصر، بس مصر ما كانتش فاتحه ايديها لسالم، خصوصا انه اتمنع من ممارسه مهنه المحاماه، وكانت سمعته سابقاه في كل مكاتب المحامين اللي كان بيتمنى يشتغل معاهم او عندهم. لحد ما اتفاجئ سالم بعبد الله الورداني، الشاب السوداني اللي كان بيورد لحمه سوداني للمطعم اللي كان شغال فيه سالم في قبرص. لقاه قدامه في مصر وعرض عليه انه يشتغل معاه في السودان. ده طبعا لانهم كانوا اصحاب جدا ايام الغربه. استغل سالم علاقاته في قبرص وبدا يبعت لحوم من السودان للمطاعم دي علشان يقدر يدبر فلوس يعيش بيها في السودان. بس واضح ان العيشه ما كانتش على هواه. حلمه كان اوروبا. او تقدر تقول ما كانش هاضم اللقمه الحلال وكان ليه شوق للحرام. وفعلا ساب السودان وطلع على اليونان. وزي ما انت شفت. طب عدم المؤاخذه عنها يا باشا، انتوا مستنيين ايه؟ ما تجيبوه من قفاه. بالبساطه دي؟ الله، مش مخابرات؟ اديكوا طايله يعني. ما هو علشان ايدينا طايله هنسيبه. ليه؟ اولا علشان نعرف كل اعضاء محطه الموساد في اتينا. ثانيا علشان نعرف هو جند مين الفتره اللي فاتت. ثالثا علشان نعرف لو للموساد شبكه هنا في مصر. ايوه يا باشا، وهتعرف كل ده ازاي يعني؟ ما هو ده دورك يا عمر. Καλημέρα. Okay. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.
دراستي. تعالي مريم. تجربة. بليز مريم بعد ما تخلصي اطلبي لي الاوتيل اللي نازل فيه ابو نضال، موبايله مقفول وتليفون الاوتيل مشغول. اوكي. دراستك يا مريم. تمام. Calimero. Domaggio Icosiena Mitenena. Kiria Bonidol. Ti? Pote? Shufi, Maria. Abonidol. Shubu? Wea men balkoni d'gharifto. Umet. Τα συλληπιτήριά μου. Ευχαριστώ. Λέμε νέζελ μεν άντι μακάν σακρό. Μα είδα ούε καλέμ λι πιστεύλω νάιτ σεφτ. Μπεούλω ονο ούσιλ σακλό καν φέι. Βασε τόπιτ μπεούλ ονο τσέριπ μπελούδα ουφαάτ τα ουέσνο. اللي حصل مش طبيعي. هذا اللي صار مقصود. وانا عارفه. ست سارة. 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 احكينا شوي. سارة. مدرس دخل الفصل قال للولاد عايز اعرف كل واحد بيروح البيت يعمل ايه. الاول قال له انا بروح العب وبعدين اروح عند حماده حشش. تاني قال له يا استاذ انا بروح اتفرج على التلفزيون بعدين اروح عند حماده حشش. قال له يا استاذ انا بذاكر بعد ما اخلص مذاكره اروح عند حماده حشش. الرابع قال له انا يا استاذ بفضل قاعد لحد ما انام. قال له يا حبيبي برافو انت اسمك ايه؟ قال له حماده. انا اخلص قعده واروح عند حماده. انت اللي بلغت عنا. في ايه؟ سلمته عشان نقتلوه. بيش ماتا بيش ماتا يا سهيل بيش ماتا. ايه يا ست ساره بس؟ اهدي اهدي ست ساره فهميني. انت اللي قتلته. ما تسويش نفسك ما تعرف. ما تسويش نفسك ما تعرف يا سهيل. هو قتل؟ شو عم تعمل ست ساره روي؟ هو اللي قتله. مين يا مريم؟ يا صديق ساره وقع من البلكونه. ما تقوليش ما بقاش. هو ما بقاش حتى نزقه. المخابرات زقته. ليش يا سلمى إلهم؟ إذا كنت أنا اللي جيت قلت لك لو أريد سلمى كان سكتت. ثم أنت ناسية؟ أنا هربان من الحكومة شلون سلمى إلهم؟ سارة روقي. هو اللي قتله ما بقاش. متجمعين عند النبي. يعني كل واحد من النبي بتاعه. أنت اللي قتلته. أنا قتلته. أنت اللي قتلته. قتلت مين أنت؟ في إيه؟ ست ساره في ايه؟ انا قتلت مين؟ مين؟ ست ساره في ايه؟ ست ساره ده ويلعب. ست ساره هيا بسرعه. ست ساره ست ساره هي دلوقتي نايمه سيبوها مرتاحه وانا كتبت لها على شويه ادويه عشان تهدى. متشكرين يا دكتور تعاملك معانا. باشا ايش الشياكه دي؟ فضلت غيركم يا باشا. اللي احنا بالحق رايحين على فين؟ هعزمك على العشاء. بدله وعشاء. ربنا يستر يا باشا. اركب. مساء الخير. مساء النور. اتفضلوا. Thank you.
مساء الخير يا فندم. مساء الخير. كم فرد حضرتك؟ 2. على فكره ملوش في التفاصيل خالص. مين؟ المتر بيسأل كم واحد واحنا 2 بس. وارد نكون سبقنا ناس هيحصلونا بعد شويه. وعلشان يحط المنيو على الترابيزه لازم يعرف العدد قد ايه. يا نهار اسود، ده طلع خبير في التفاصيل يا باشا. انا هضرب حمام يا باشا. في كام زبون في المطعم يا عمر؟ واحنا جايين ناكل ولا جايين نمر على المحل يا باشا؟ في كام زبون يا عمر؟ كام زبون؟ 10. وبعد الاثنين اللي خرجوا بقوا 8. مظبوط جدا. طب المظبوط جدا بقى وعجبك ده وضربته رمش وهو خارج، لون جزمتها ايه؟ وانا هعمل ايه بلون جزمتها يا باشا؟ كده كده هتقلعها. طب المكان ده فيه كام باب يا عمر؟ يعني لو حصل موقف مفاجئ وحياتك اتعرضت للخطر هتخرج ازاي؟ وانا اللي كنت فاكرها عزومة عشاء. ما هي عزومة عشاء. رسالتك وصلت يا باشا. حتى لو عزومة عشاء أو خروج عادية ما فوتش الهوا تاني. لو في حد ماشي وراك وشكيت إنه بيراقبك اختار أي وجهة محل وبص عليه من خلالها. ازيك يا ولع؟ حبيبي هندسه. صباح الفل يا حسن. اهلين يا عمر. صباح الفل يا عمر. يا سالم، مش تيجي ترحب بالضيف اللي لسه جاي من مصر طازه؟ الله، هو وصل بالسلامه؟ الله، ده انا بقيت مشهور بقى ولا ايه؟ عمر ابن صلاح الدين طه، اخويا وحبيبي اللي حكيت لك عنه. سالم، نورت يا وحش. بنورك يا باشا. ايه عجبتك البلد؟ اوعى يا عم حوده، تحس كده ان عتبتها تروع على قلبي ومش عارف ليه متفائل، حاسس انها كلها فيها رزق حلو. ده في الاول بس عشان انت مستجد، بكره ولا بعده لما تدخل في الجد وتدور على شغل هيبقى حالك بالحال سالم وكل الشباب اللي هنا. ليه يا عم حوده وانا مالي؟ ما انا زي الفل اهو. فل؟ انت عايز ابقى صايع زيك ولا ايه؟ صايع هنا ارحم من صايع في مصر. لا بس عمر ما كانش صايع زيك في مصر، ده فن تركيب كاميرات مراقبة في شركة محترمة عند لواء قد الدنيا. لواء؟ سابق. لواء سابق في الداخلية. ما دي شغلانة كويسة وزي الفل. إيه اللي خليك تسيبها وتيجي عليا؟ الرزق يحب الخفية برضه، وبعدين هو مش بيقولك في السفر 7 فوايد. أنا صراحة ما شفتش منهم ولا فايدة. يا أخي ما عرفت الناس كنوز، كفاية إن أنت تشوف أهل ولاد بلدك في الغربة. شكلك أول مرة تسافر ها؟ عرفت منين؟ إيه؟ يعني عندك عشم زيادة و لسه ما خدتش على عينيك. يا ظالم، ده لسه بيقول بسم الله. طب بالاذن انا بقى. نورت يا عم عمر، اشوفك بالليل ان شاء الله. المعلومه هتوصل دلوقتي يعني. خلاص انت منور رايح، عينيهم عليك. استعد بقى للي جاي، ربنا يعينك. ايه يا سبوح؟ خد يا معلم، ده كشف فيه اسماء كل العرب اللي شغالين معايا ومخالفين شروط الاقامه، وقدام كل نفر منهم اللي قدرت اعرفه عن ظروفه. انت عبيط يا سبوبه. ايه عبيط دي؟ ما تلم نفسك يا جدع. يا عم ما تزعلش، بس اصل الكلام ده عادي يعني. المعلومات دي انا لو قعدت 5 دقايق مع حد هنا على القهوه هعرفها على طول، ده غير ان معظمها مش مفهوم يا سبوبه. خد. ما انا بصراحه ما عرفتش ازاي اكتب اللي بسمعه دي، ما فهمتهاش. عندك كاسيت؟ تسجيل؟ اه. طب خلاص سجل بصوتك واحكي. احكي ايه؟ احكي في المحكي يا سبوبه. في ايه؟ العيال دي اللي خليها تسيب اهلها وبيوتها وتيجي هنا ليه؟ مخالفين شروط اقامتهم.
هنا حالهم عامل ازاي؟ اسامي قرايبهم طب وهي اسامي قرايبهم دي هتفيد في ايه في اللي هم عاوزينه؟ عشان يعرفوا يحللوا السبب الرئيسي اللي بيخلي الناس دي تخاطر بحياتها وتسافر وتتمسك وتترحل. سالم اوعى اكون بودي العيال دي في داهيه، اوعى اكون بسلمهم ولا مش واخد بالي. مش بقول لك عبيط يا سبوبه، قلنا بلاش عبيط دي يا جدع انت. يا عم خلاص ما تزعلش، بس هما دلوقتي عارفين عنهم كل حاجه. بس هو الموضوع هما عايزين يعرفوا ليه العرب بيخاطروا بنفسهم ويتغربوا. ليه؟ هما عايزين يعرفوا يا سبوبه. انت كده فهمت؟ على الحرام ما فهمت حاجه يا سبوبه. سلام. عمر هروح افرد ظهري ساعتين واجي. تحب اجي معاك؟ لا 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 خليك براحتك وعيش حياتك، ما تربطش نفسك بيا. اشوفك بالليل ابو رياض. ماشي حبيبي، الله معك. قل لي اخي عمر. نعم. انت بتعجبك سياسه البلطجه الامريكيه؟ نعم. من انهيار الاتحاد السوفيتي من 8 سنين والاداره الامريكيه طايحه بالعالم وعم يتحرشوا بالدول والعالم واقف مكتوف الايدين. لا كله الا التحرش يا سيدي. بيستفزوك وبيتهموك، يا بتدافع عن نفسك بتدخل معهم بعداء مباشر، يا بدك تسكت وساعتها بيعرفوا انك ضعيف وبدون يركبوا على كتافك. موضوع ليه ابعاد. الو الو، ممكن اكلم مستر هارون؟ اقول له مين؟ ابو معاطي. ثواني اخبره. أبو معاطي، تعفيري قطولة قفها شني أحيري رفع شعا. افرض دلوقتي عندي معلومة مهمة جدا. هيدي الحالة إلها رقم خاص بتتصل فيه وبتطلب مستر هارون، ولما يسألوك عن اسمك ما بتعطي اسمك، بتقول لهم أبو معاطي. أبو معاطي. ساعتها بيحولوك لعندي على رقم خاص مأمن. على الرقم المأمن بعطيك موعد، وبالموعد لما نتلاقى بتعطيني المعلومة وجه بوجه مش على التليفون. ألو. أيوة أبو معطي. طيب لقيني عند زابيو بعد ربع ساعة. شو هي الشغلة المهمة اللي ما كانت تعرف تنطوها؟ ما تقول لي إنه سارة وافقت تشتغل معنا. أكبر. شو جنتها يعني؟ تسمع عن خاتم سليمان؟ بسمع عن هيكل سليمان. لا سيبك من هيكل سليمان ده، خلينا في خاتم سليمان. أهو خاتم سليمان ده تحكه يطلع لك عفريت يحقق لك كل أمنياتك. أنا ما بشتري سمك بالبحر. واد شغال فني كاميرات مراقبة في مكتب لواء سابق. كنت خايفة تصغر دماغك وما تجيش. وصغر دماغي ليه؟ وبعدين هو انت تديني فرصة؟ انت خبطتي المكان والميعاد ورحتي قافلة السكة. مرضيتش بقى سواحك عشان العيش والملح اللي بيننا. واخد بالك انت العيش والملح دي ولا العيشه هنا؟ نسيتك ان العيش والملح بيبقى عهد واخوه بين الناس.
عمر انا اسفه بجد على اللي حصل امبارح. لا انت مش هتفتح بقك بولا كلمه لحد ما اخلص كلامي. بصراحه من ساعه ما شفتك انا عاجبني طريقتك في الكلام وشكلك، وانا حياتي هنا مقفوله عليا. كل اصحابي في المدرسه عندهم بوي فريند الا انا، وكلهم نون فيرجن الا انا، وكل الحكايه عايزه ابقى طبيعيه زيهم. بس بابا وماما طول الوقت رافضين ان انا ادخل في اي علاقه. غلطانين، مالهمش حق. ازاي يعملوا كده مع بنتهم؟ لازم يدوكي فرصتك كده انك تنطلقي، فرصتك في الانحراف. هو انت بتتريق عليا؟ لا يا خديجه مش بتريق. انت عايزه الحق. السبب اللي خلاني امشي واسيب البيت انا خفت اضعف. لما اخش السرير والاقي واحده زي القمر قاعده لي فيه، اكيد هضعف. انا مش ملاك يا خديجه. طب وما ضعفتش ليه؟ عشان انت بنت الضمنهوز، الراجل اللي قاويني في بيته. خلاص لو المشكله في بيت بابا انا ممكن اجي الاوتيل. يا بنتي احنا هنركب لك حسنه، انت لاقي نفسك في الشارع بالراحه. لا ينفع تجي لي الاوتيل ولا ينفع اجي لك البيت. ليه؟ عارفه الفكره في ايه يا خديجه؟ الفكره ان انا مش قاعد، والموضوع ده ما ينفعش يبقى ليله وتعدي. يعني انا لو قاعد ومستقر كان ممكن. طب خلاص ما تعيش معانا هنا. عيش معاكوا هنا؟ ابوك وامك يصرفوا عليا ها؟ كل حاجه نصيب، محدش عارف بكره في ايه. طب انا عندي فكره. خير؟ ايه رايك ترجع تقعد معانا تاني في البيت؟ وانا وعدك مش هعمل كده تاني. انا ممكن اعمل كده تاني. انت ليه مصممه تحط البنزين جنب النار؟ يعني ايه؟ يعني انا مش هشوفك تاني؟ اكيد هنتقابل. طب ازاي وفين؟ لما تحب تشوفيني قولي جزر. جزر؟ جزر بتاع اسماعيل ياسين. مين اسماعيل ياسين؟ يا نهار ابوك اسود. تعرفيش اسماعيل ياسين؟ الراجل اللي ضحك مصر والوطن العربي؟ قد اللي بناخده من الغرب. انا لو من ابوك اشحنك على اول طياره على مصر. انا رحت كم مره بس ما انبسطتش. طبعا تنبسط ازاي وانت ما تعرفيش اسماعيل ياسين؟ ازاي ما تعرفوش؟ ابوك معلق صورته في القهوه. بابا معلق صور لممثلين كتير بس انا ما اعرفش حد منهم. يا خساره. الراجل من حبه في بلده معلق صور كل الناس اللي بيحبها. يعني فكروه بذكرياته يتدفى بيهم. وانت بمنتهى البساطه لما عرفت ولا واحد منهم يا بابا. اعمل ايه يعني؟ اكذب؟ لا ما تكذبيش بس ما تهدميش حلم ابوكي. وانت يعني تعرف حلم بابا ايه؟ اكيد عايز يرجع بلده في يوم من الايام. هو اللي قالك كده؟ هو ما قاليش. اصل الحاجات دي ما بتتقالش يا خديجه، بتبان في العينين. طيب ايه رايك لو تقرا عينيا انا كمان؟ عينيكي بتقول انك جعانه ولازم تروحي تاكلي مع بابا وماما. يعني مفيش امل ترجع معانا البيت؟ انت في امل ترجع تعيش في مصر؟ خلاص تعالى اقول لك على حاجه. ما تقولي احنا قاعدين اهو. لا قرب عشان هي سر. ماشي يا ستي. يا نهار ابوك اسود. نهار ابوك. داري من امتى؟ ابدا كنت بسنجح كده كعادتي، فالبوسه شدتني قلت اسيبك براحتك. براحتك؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ ايه؟ بقول له شفته. شفت مين؟ ده اصغر من اختي. بس ايه؟ مشروع اوزي جامد. او سن ده بقى اللي لسه مطلع بطاقه بيبقى ورور. ورور انت على طول مخك شمال كده؟ يا ابني البيت جاي تشوف مالي؟ ايه اللي سايبني البيت زعلان؟ كده يعني؟ ايه ده؟ انت كمان سبت البيت؟ اوعى يا عمر تكون حاولت تعمل حاجه مع البت دي. ما ينفعش يا ابني تقرطص الراجل اللي اديك في بيته. بقول لك يا سالم، انت بقالك هنا قد ايه؟ اشمعنى؟ اصل شكلك جاي من مصر يعني، ومعاك رصيد افلام ابيض واسود مزولك في دماغك. يعني الشيطان ما لعبهاش معاك خالص؟ انا الشيطان لو لعبني هشيل له المشاريب زي واحد صاحبنا. فاكره؟ ماشي يا جامد. قول لي بقى، ارغي. قاعد فين دلوقتي؟ قاعد في حته مش بطاله. يعني فين يعني؟ حتى مش بطاله يا سالم، اربع حيطان وارض، يعني اوضه مش بطاله وخلاص. اديك مكسوف تقول لي. بس بص بقى يا سيدي، انا استمتعتك جدا من ساعه ما حسبت على المشاريب، مع انك انت اللي كنت كسبان. فانا دلوقتي عمري ما هسيبك في اللخبطه اللي انت فيها دي. انت هتيجي معايا تجيب شنطك وتطلع عندي على الاوتيل. شنطك؟ شنطك؟ هي شنطه واحده يتيمه يا ابني. وبعدين مش معنى ان انا استجدعت معاك تردها لي بسرعه كده؟ اتقل. لا عشان تعرف بس ان مش انت لوحدك بس اللي جدع. تقول لي لسه فيها خير يا عمر. انا كده هعيط. طب انا اكيد فيه. لا كده عسل كتير قوي يعني. يا عم اخلص بقى، الليل هيليل وانا عمال اتحايل عليه. اتفضل يا سالم. امر الله. اتفضل اتفضل.
معانا. بس انا مش مصدق انك ما حاولتش مع البنت دي. يعني حاولت. كده انا فهمت، اخوه يعني. وانا اللي ظلمتك يا عم عمر. بدري ليك شويه يا عم. طب ايه، هو لسه بدري؟ بعدين ايه المنطقه المعفنه اللي انت جايبنا فيها دي؟ على قد لحافك مد رجليك، هعمل ايه؟ بيني وبينك انا دفعت نص اللي معايا لما حسبت على مشاريب في القهوه. ماشي يا سيدي، اديك اخدت ثمن جت عندك. تعال هنا؟ خش. ايه؟ لسه في تحت؟ متأكد انك بقيت في الاوضه دي؟ مش شايف حتى هي قدامك ولا ايه؟ والله كويس انه طلع عليك النهارده. يلا يا عم خلص، مش قادر اخد نفسي. ماشي يا اخويا، لما نشوف القص اللي هتجيبه قول لك. ايه؟ اي عشه فراخ تبقى احسن من هنا. طب يلا يلا احنا هنروح وهنتفرج. يلا هات الشنطه. هو ده الاوتيل؟ لو قلت هتاخدني شيراتون ولا هيلتون. ادخل بس وشوف. افخرستو. شكرا. مستر سالم. ايه الشنطة دي؟ ايه ده؟ الراجل ده ازاي بيتكلم عربي؟ نتكلم عربي ونتكلم انجليزي ونتكلم فرنساوي ونتكلم يوناني. لا الناس هنا بالخمس لغات على طول. مستر سالم، نتكلم في موضوعنا، ايه الشنطه دي؟ انت مالك؟ انا مالي لو الشنطه في ايدك، لكن الشنطه في ايد واحد تاني، واحد تاني طالع معك وتتعترضك، يبقى في حساب تاني. يا سلام على اللفة. شنو لفة؟ يا عم اخلص، ايه المطلوب؟ زبون تاني في الأوضة يعني معناها زيادة في الأجر 50%، أو سابك ياخد شنطته ويخرج وهنفضل حبايب. لا يا سيدي، آدي ال 50% ونتعامل رسمي. باسبور، أهلا وسهلا. ورخامة برخامة بقى، الملايات عايزة تتغير وعايزين مخدات زيادة. كل اللي هتؤمر بيه حضرتك مستر سالم ينفذ ما دام دفعت الأجرة. خد بقى بيانات الباسبور براحتك وبعتهم على المخدات. يلا يا عم عمر. انت عارف اكتر حاجه طمنتني ايه؟ انك مسيطر هنا جامد. حمام خصوصي بدل المراحل العامه اللي كنت عايش فيها. وادي كمان دولاب بقى الجنود. وادي تلفزيون لوحده. ايه رايك بقى؟ خلاص يا سالم انت هتذل لنا، كل بركوته على قد دمه يا اخي. طب يلا رص انت حاجتك في الدولاب وانا هنزل اجيب لنا احلى غدا. طب استنى انا هاجي معاك. لا تيجي معايا ايه؟ انت يا ابني ما بقتش ضيف، انت خلاص بقيت عشر. انا ساعبك كتير ومش هتاخر عليك. يلا بس اسمع، انا هدفع نص ثمن الاكل، انا بقول لك اهو. تصدق انك ارخم من الراجل اللي بره؟ انا عارف.
يلا عيش حياتك. اعمل حسابك ان اي مكان هياخدك فيه ممكن جدا يكون فيه كاميرات مراقبه. افرض مثلا ان انت وسالم في مكان، هتقدر تعرف اذا كان فيه كاميرات مراقبه ولا لا؟ هنا مثلا. غلط، أكبر غلط. أنت كده بينت إنك عرفت إن المكان فيه كاميرات، وعرفت كمان مكانها فين. البني آدم الطبيعي ما يلفتش نظره حاجات زي كده إلا إذا كان متدرب وعارف إن المكان فيه كاميرات وعارف مكانها فين. وطالما متدرب يبقى شغال مع حد. الأوضة بقت دبل وعندي أخبار مهمة جدا كتير. أوكي. الأخبار اللي عندك خليها لوقت ما نتقابل. آه بس مش هينفع نتقابل دلوقتي عشان المفروض إني نازل أجيب غدا وراجع على طول. واخد بالك من حكاية غدا دي؟ بصرف جامد أنا، ها؟ بصرف جامد. لازم تشخشخ إيدك معايا، ها؟ حاضر. نتقابل آخر النهار. طيب إمتى وفين؟ يا ابن الصايعة، إيه الأكل التحفة ده؟ خبرة بقى. كده بقى عيش وملح. قصدك عيش ولحمه. انا المره دي بس ستك تدفع، المره الجايه هنصص. انا بقول لك اهو. لا حوش الفلوس اللي بتقع منك. ما خلاص يا عم، انت هتذل لابونا عشان فضفضنا معاك بكلمتين. يا عم كل براحتك، انا بهرج معاك. ولا انت يعني لازم تلعبنا على تم الاكل عشان تعرف تاكل؟ حق يا سالم لو قضيناها كده، انا عيش ملك. طب قول لي، عندك خطب بعد الاكل؟ اهضم واقول لك. طيب انا هنزل اروح مشوار. اروح على قطر رزقي. اشوفك بالليل على القهوه. سلام. ولع. تروح وترجع لنا بالسلامة يا هندسة. الله يسلمك. ما تتأخر علينا. ادعوا له انتوا بس وانا هزهقكم مني، وأي حد فيكم عايز حاجة من مصر عنوانه ورقم التليفون معاكم. تمام. خلي بالكم من نفسكم يا رجالة. هنخلي بالنا من نفسنا ومن ماما. أنا مش مصدقة. معقولة هتسافر وتسيبني وأنا في الظروف دي؟ ما أنتِ عارفة. لولا ظروف الشغل والبيت في مصر كنت قعدت يا خديجة. وبعدين ما تقلقيش، أنا هبقى متابع معاكي كل يوم بالتليفون. بالتليفون؟ بس كده؟ طب أعمل إيه؟ ظروفي كده. وبعدين بقى في الدموع دي أنا هرجع تاني، أخلص اللي ورايا في مصر وأرجع لك على طول. وعد؟ وعد. عايزين بقى نشوف دموعنا عشان ما حدش ياخد باله. حاضر. عايز أسيب وحش يدور القهوة والبيت لحد ما أجي. أسيب إيه؟ وحش. أشوفك على خير يا وحش. ايه ده؟ انت قافل الباب عليا بالمفتاح يا سالم؟ معلش، اصل خايف عليك. من ايه؟
ابدا. اصل انا لو مصور صور زي دي اكيد هعمل قفل حساب لمراتي لو شافتني وانا مالت كده. انت بتصورني يا ابن الكلب؟ هتقل ادبك هل عن سلسفيلك. احنا كده خالصين، لا انت تذلني بحاجه انت شفتها ولا نزلك بصور انا صورتها. وانت بقى ودماغك توديك زي ما انت عايز. صبت الترابيزه فين؟ بالفيتر خضتني مش تخبط. الشيخة رأف جت ولا لسه؟ لسه. مبروك. أنا مش عارفة إيه اللي أخرها قوي كده. والله أحلى حاجة عملتها. نعم؟ قصدي يعني الغايب حجته معاه. على ما تشربي حاجة تكون وصلت. يا رمزي. اشربي بقى؟ شاي بلبن. واحد شاي بلبن. يكون لبن طبيعي مش بودرة. أنا ملاحظ يعني إنك ما بتشربيش أي حاجة غير شاي بلبن. ما بحبش القهوة والنسكافيه. والله برافو عليك عيني العقل. بشرب شاي الصبح على الفطار وبالليل قبل ما انام ودومتم. اكيد بتاع بالليل ده بقى مع العشاء يعني. لا ما بتعشاش. تتكلمي جد يا نور النبي. انما انت ما شاء الله شكلك سمباتيك وما بتاكليش كتير. لا ما بحبش اكل كتير. وحش داخل الصاله. سبحان الله زي بالظبط. فرس. انا كمان لا بحب الاكل ولا بحب اللي بياكله كتير. شيخ رهف. ازاي حضرتك عامله ايه؟ منوره المكان. بنورك شلونك يا استاذ ابراهيم؟ لوني احمر الحمد لله، شلونك انت؟ الحمد لله بخير. اتفضلي. اتفضلي ترابيزه حضرتك جاهزه اهي. عليها الميه الساقعه والفاكهه والمناديل. بالظبط كده كانك في الاريزونا. اتفضلي. يعطيك العافيه استاذ ابراهيم. ويعطيك انت كمان العافيه الله يخليكي. سيادتك بقى مش هتنوليني شرف سموك اني ادربك؟ على ايش؟ على ايش ايه؟ على البلياردو. ما هي دي صاله بلياردو سموك. ما ابغى اتعلم بلياردو. امال ايش تبغين؟ ابغى اتفرج بس. تتفرجي براحتك حضرتك. استاذ ابراهيم. منو هذا؟ ده بني ادم رخم وخنيق. حبيب قلبي. حبيب قلبي شلبي بيه. ازي الصحة يا باشا؟ الله يخليك، ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. نسيت اقول لك، مش خديجة جزرتني امبارح بالليل؟ بالليل؟ بالليل ازاي؟ اذا كنت انا سايبها في القهوة امبارح بالليل. واضح انها جات لي بعد القهوة. والوقت كان متأخر. علشان كده مستغربة. واللي استغربته أكتر إني حسيت إنها كانت بتدور على حد. ما كانتش طبيعية خالص. الله يكون في عونها البنت دي. اللي حصل لأبوها برضه من شوية. تفتكر إنها كانت جاية تقولي على أبوها؟ جايز، معرفش. تشيرز. قولي بقى، مش عايز تعمل بيزنس هنا ينفعك في مصر؟ يا ريت. امال انا جيت هنا ليه اصلا؟ ما عشان كده كنت متعشم في الدمنهور يعني انه يساعدني. صديقي شفتي بقى اللي حصل. انسى بقى الدمنهوري وركز معايا. ايه رايك تاخد كاميرات مراقبه من هنا للشركه اللي انت شغال فيها في مصر؟ ايوه بس مين اللي هيورد لي كاميرات هناك؟ انا. انت بتشتغلي في كاميرات المراقبه؟ هشتغل فيها علشانك. لا كده كتير بجد. وبعدين بقى احنا مش قافلنا على كتير بقى؟ عمر انا بجد عايزه اشوفك كتير. ما ينفعش دي تكون اول واخر مره اشوفك فيها. طول ما انت قدامي بحس ان اخويا يوسف لسه عايش. انت عارفة انا حبيت يوسف ده حب. اتفضل
ادي البارفان لصاحبتك في مصر. حلوة صاحبتك اللي في مصر دي، هي فعلا بتموت في الحاجات دي. طب كويس. انت صدقتي ولا ايه؟ انا بتكلم على رؤى. مين رؤى؟ رؤى؟ بقول لك رؤى امي. اه ام سو سوري. طيب كاس امك. كاس ام في كاس رؤى. ايه خلاص؟ اشوف وشك على خير. ما تعوقش هناك بقى. مش عايز برضو تقولي على الشغل اللي عايزني فيها رخم؟ ايه عشان رخم دي مش هقولك الا لما ترجع بالسلامة. اسرار شغل بقى. طب مش عايز تبعت حاجة لمصر؟ تسلم على حد؟ لا. مصر ما وحشتكش؟ كل ما بتوحشني بفتكر الايام السودة اللي انا عشتها فيها. كل اللي اعرفه انها تعبت فجاه، صرخت، وقعت. كلمت المستشفى، الاسعاف جت خدتها، دخلت معاهم من ساعتها جوه. مش عارف شالت حاجه تقيله، كلتوا حاجه بره؟ ما اعرفش يا ماما، ما اعرفش هو في ايه ولا في ايه دلوقتي. خير 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 ان شاء الله. خير يا رب يا رب. خير يا دكتور؟ خير طبعا الحمد لله. مدام فريده بقت احسن، بس للاسف فقدنا الجنين بسبب النزيف الشديد اللي كان عندها. الجنين راح؟ يا عيني على بختك يا ابني. احنا اسفين يا هاني، مدام فريده وصلت المستشفى اصلا والحمل كان منتهي، ما قدرناش نعمل حاجه للبيبي. معلش ان شاء الله ربنا يعوضك. مبروك يا مدام فريدة. مبروك؟ بجد؟ في مشوار طول عمري بحلم أعمله معاك. فين؟ عمري ما سألتك قبل كده، نفسك في ولد ولا في بنت؟ عشان تلحق شغلك سيبني انا معاها هنا، ربنا يقدرني. مش عارف اقول لحضرتك يا ماما يعني. يلا امال يلا. ربنا يخليك لينا.
أول ما هتقول لسالم إنك ركبت كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة هيروح جري يبلغ داني. وعلى فكرة ممكن يطلب يقابلك المرة دي. لازم المعلومة دي تتقال لداني بشكل ما يلفتش النظر. وأنا هقولها لداني برضو؟ لو سألك أنا عايزك تقولها له بطريقة إنك قد إيه بتكره البلد وقد إيه أنت كاره مصر وقد إيه الكراسي بتغير البني آدمين. حتى المحافظ بيتفشخر ويركب كاميرات مراقبة علشان يدخل اللي هو عايزه وما يدخلش اللي هو مش عايزه. اه اللي يقبجه يدخله واللي ما يشخشخش يجيبه بره. خلاص طلعت الراجل مرتشي. احنا غير مالين حاجه. ماشي يا سيدي، اهي برضه تحبك غلك وكرهك للبلد. شفت بقى سعادتك ان ساعات بتطلع مني حاجات كويسه برضه. قول لي بقى، فكرت في اول مقابله ليك مع داني؟ هو هيقابلني فين؟ اكيد لا في السفاره ولا في السيف هاوس. واحنا نعرف فين السيف هاوس بتاعهم؟ لا، لأن هما بياخدوا طريق جبلي، اللي بيمشي وراهم بيكشفوه، علشان كده احنا بنوقف المراقبة. احنا منتظرين بقى ثقتهم فيك تزيد علشان نعرف مكانه. إن شاء الله هعرفه لكم يا فندم. إن شاء الله. أكيد داني هيقدم لي نفسه على إنه صاحب الشركة اللي بيشتغل فيها سالم، ها؟ مش شرط. وبعدين مش مهم الصفة اللي هيقدم لك بيها نفسه، مش هتفرق معانا كتير. أنا أهم حاجة عندي أنا عايزك توصل له ثلاث حاجات. أولاً إنك قد إيه بتكره البلد. ثانياً إنك مادي جداً وبتحب الفلوس وممكن تعمل أي حاجة علشان خاطر الفلوس. ثالثاً إن طموحاتك ملهاش سقف. قد إيه أنت شاطر ومعتز بنفسك ومعتز بشطارتك في شغلك. لعلمك خطوة زي اللي تمت بين سارة واللواء جلال دي بتأكد مصداقية شطارتك في شغلك. كل ما عززت نفسك أكتر، كل ما جري وراك أكتر، كل ما رقهم جري عليك أكتر، كل ما دفعوا لك أكتر. معلش يا باشا، يعني الفلوس اللي هم هيدفعوها لي دي هتبقى ليا لوحدي ولا؟ ولا إيه؟ ولا هنصصها يعني؟ لا ليك لوحدك. سيبهولي ابن الحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. اوعي تقولي فاكراك وربنا عيط. غبت قوي المره دي. الله ما انت فاكره اهو. بصي بقى ست البنات، انا المره دي جاي وطمعان في ذوقك، عايز حته هديتين علاقه. لا واطفال برضك؟ لا المره دي هنلعب مع الكبار. بس خدي بالك المره دي اتنين مش اي اتنين، عايزين نركز واحنا بنختار. مفيش مشكله. قول لي بقى عندهم كام سنه ورجاله ولا ستات؟ ستات. ايه اللي ستات؟ ده ستات قوي. فندم؟ ما زي ما في رجاله قوي في ستات قوي برضه. ولعلمك بقى من اجيال مختلفه كمان. الله. يا سلام، هدي مثلا تنفع لمريم جدا وشبهها. طب احنا كده ناقص لنا مين بقى؟ سهرة. تلات اهرامات. بصي هم دول. انا تعبتك معايا، مش عارف اقول لك ايه، بس ذوقك عظيم في اختيار الهدايا. كملي جميلك بقى ولفي لي كل هدايا لوحدها، بس خدي بالك الهدايا دي مسافر امانيهم كويس. ماشي. ومفيش احسن من الصراحه، وامشي عادل يحترع دوق فيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اتفضل. عليه الصلاه والسلام. من يد من اعدمها. وانا كنت بقول ايه؟ امشي عادل يحترع دوق فيك. واللي تعرفوه مني عن نفسي احسن من اللي تعرفوه من بره. ده اصله مساله نسب. ما فيهاش مغيش ولا أوانطة. الله، ودي عمايلك عروستنا؟ لا دي ماما. تسلم إيديكي. وما يجريش حاجة، تتعلميها منها. حكي منينا نفسها في الحلويات؟ عسل يا عسل. متشكرة. هو أنا كنت بقول إيه؟ انت جاي تخطب ولا جاي نفكرك باللي كنت هتقوله يا حاج سيد؟ عدم المؤاخذه، الواحد من كتر مشاكل الشغل ومن كتر العيال دماغه بقت مخووته. عيال؟ هو انت عندك عيال؟ عدم المؤاخذه، عندي سبع عيال، نسواني كرنوم زي الخيط كده ورا بعض، تقولش كانوا داخلين لبعض السلع؟ وان شاء الله بقى على ذمتك دلوقتي كام ست؟ اتنين يا ماما. لا لا لا، هذا من مؤاخذة، تلاتة. ما انا رجعت واحدة اول امبارح لظروف عياها، مسألة انسانية لا اكتر. كمالة عدد يعني؟ يعني ايه كمالة عدد؟
انت عاملهم سبحه ولا عليك ورد بتتممه يا حاج سيد؟ لا 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 ما مال الباشمهندس عمر زعلان ليه؟ جرى ايه؟ هو انا غلطان لما اقول الحقيقه يا نينا؟ نينا 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 جرى ايه؟ انت راجل فاكر نفسك في الروضه؟ ده انت اللي يدور عليك يلاقيك اكبر من امه الله يرحمها. ليه بقى يا نينا؟ انت مواليد كام؟ وانت مالك؟ ازيك يا خالد؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الصحة؟ اهلا وسهلا. ابراهيم غزال الشال، خالي الاولاد ومدير صالات كامل للبلياردو. اهلا وسهلا. امال فين المحروس ابنك؟ محروس ابني مين؟ العريس. انا العريس. حبيب خاله. اقسم بالله لو دخلك قرار كلامك عن الجوازه دي لك مدغدغ الاوضه على دماغك يا فاطمه. اهدى يا عمر اهدى عشان خاطري عشان خاطري. وطي صوتك. في يا بت في ما تفهميني واعمل لك عمل وكل ده ليه؟ عشان الكلب اللي اسمه ريحه؟ يا عمر انا اللي هعيش معاه مش انت. وريحه ده خلاص صفحه واتقفلت من زمان. ابوس ايدك بقى يا عمر ابوس ايدك. خلصني. ماشي يا فاطمه بس خليكي فاكره انت اللي هتحاسبي على المشاريب. انا خارج اعمل لك اللي نفسك فيه. وانتوا اتكلمتوا في موضوع الشبكه والمهر والحاجات دي ولا كنتوا مستنيين لما انا اجي؟ ولا بتهيألي الحاجات دي مش هتفرق مع الحاج سيد يا خال. الراجل شاري وداخل البيت من بابه. على قولة الباشمهندس وفاطمه قصدي الانسه فاطمه تتقل بالذهب. شوفوا طلباتكم ايه وانا سداد. خلاص طالما مفيش خلاف في المساله دي يا حاج يبقى مبروك الفتحة. كلش الزغروطه اللي رنت من شويه دي تخص فاطمه والراجل العجوز الخرفان اللي لازم من عندهم يجرجر رجليه ده. لا دي صبرت ولا نت بقى. انت بتتريق؟ انت عارف الراجل عمال تتريق عليه ونازل وخرفان مالته قد ايه؟ دي وقعت واقفه بلانيله اللي واخد القرد على ماله اهو. مش عارفك بقى ان القرد ده بالذات مالته هتروح. اه ده انت مركزه وبتدافعي وشايفاه امل بجد بقى. انا لا مركزه ولا بدافع. انت اللي شايفه قرد بيصدري وعمال تصغر من قيمته. خلاص ما صغر وقلل زي ما انا عايز ولا هو كان من بقيه اهلي. جرابت ما تقف عوج وتتكلم عادل. انا لا هقف عوج ولا هتكلم عادل ولا هقف معاك من اصله. انا طالعه لامي. يلا اخويا سلام. ربنا يرزقك باللي يكفيكي على فمك عشان تطلعي بسرعه لامك. رد لما بشوف سعادتك. طمني عليك. الحمد لله زفت. ليه بس؟ ما انت زي الفل اهو. فل من بره يا باشا. انا من جوه خربان. خربان ازاي وانت نجحت بامتياز وعرفت تضحك عليهم؟ انا كان بيني وبين الموت ساعات سعادتك. طيب اهدى بس. اهدى واحكي لي من ساعه ما خدوك من الشارع. في سعادتك. اول ما ركبت شلوا غطا من على عينيا وودوني مكان كده ملوش اي معالم. صوت حد قاعد يسأل فيا أسئلة ملهاش أول من آخر. صوت؟ صوت. صوت بس ولا حد ظهر بعد كده؟ لا يا باشا، صوت بس. واللغة؟ عربي. اللهجة؟ هو كان بيحاول يعمل مصري. بس هو مش مصري. طب والأسئلة اللي اتسألت ليها علاقة بينا؟ في الآخر مش في الأول يا باشا. آخر إيه؟ ما هم جابوا لي حقنه وادوها لي وقالوا ان فيها سم هيموتني في خلال ساعتين. لو ما اعترفتش ان اللواء جلال المخابرات وان انا شغال معاه وهو اللي بعتني.
هما كانوا فاكرين ان اللواء جلال مخابرات؟ ايوه سعادتك. وجابوا لي ازازه صغيره كده وقالوا لي ان ده ترياق للسم هيبطل مفعوله بس لو اعترفت. وبعدين؟ اول ما خدت الحقنه يا باشا جارك الله على جرالي. رعشه وتشنكت. ابتديت اسرح في امي واختي وعلي. وانت؟ انا شفتك يا باشا. شفتك وانت بتنفذ وصيتي وبتقول لعلي ابني. ابوك مات بطل علي. وعايز تكمل يا عمر؟ تصدق وتنبي لا اله الا الله. اللحظه اللي شفتك واقف فيها مع علي يا باشا هي اللي خلتني اكمل. ثبتتني. وبعدين قلت يعني وانا عاوز ايه من الدنيا اكتر من كده؟ انا خلاص بقيت كبير في عين ابني. واللي ما عرفتش اعمله وانا عايش او هيحصل وانا ميت. هتعيش يا عمر ان شاء الله. كمل. بس يا باشا بعد كده فقت لقيت نفسي مرمي في الشارع على الرصيف. داني كان عايز يتأكد إنك سليم. شوية شاي بقى؟ شوية شاي يا باشا. معلومة الكاميرات اللي هتتركب في المحافظة دي خلت داني سابق الزمن وعايز يجندك بسرعة. فعلا اللي حصل. بدأ يلعبني النهاردة لما شافني مع سعادتك. وقال لك إن هو اللي ورا خطفك؟ عمل عبيط بس أنا سايرته. إزاي؟ يعني لما سألني ما عرفتش مين اللي خطفك قلت له زي ما قالوا لي مخابرات. وهم قالوا لك كده؟ أيوة يا سعادتك. وهو كان رد فعله إيه؟ قال لي أنا هعرف مين اللي عمل كده وما تقلقش أنا حسابي معاهم هيبقى عسير ومش هسيبهم. بس أنا بقى يا باشا عملت سبع رجالة في بعض. قلت له عرف لي بس هم مين وسيب لي أنا الطلعة دي. وبعدين؟ وبعدين رجع اتكلم في الشغل يا باشا. بس المرة دي بقى دخل في الغويط. وطلب ان المعلومات اللي اجيبها له بعد كده تبقى صوت وصوره. تسلم يا باشا. هو عايزك تجيب له اللي هيتسجل في الاماكن اللي هتركب فيها الكاميرات. ايه ده يا باشا؟ ده اكنك كنت قاعد معانا. ما هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. كمل. بس وبعد كده يا باشا قعد يهزر هزار سخيف قال ايه؟ انه اسرائيلي وبيشتغل مع الموساد وبيجندوني. خبط لزق كده؟ وفجأة لقيته بيضحك وبيقول لي شفت؟ شفت اتخدت ازاي؟ بيجس نبضك. وقال لي كمان انه هيديني فلوس كتير قوي يا باشا لو بعت له التسجيلات دي. وانه هيمرني ازاي ادخل واخرج في الاماكن اللي هركب فيها كاميرات من غير ما حد يحس. قال لك انه هيمرنك ولا هيسهل لك؟ هيمرني. متأكد؟ هيمرني يا باشا. وفي ساعتك؟ اصل هيمرنك دي تبقى عادي انما هيسهل لك او هيساعدك ده معناه ان ليهم شبكه في مصر. هيمرني يا باشا انا متاكد. تمام تمام. عمر انت شفت لبنى خطيبه كامل اخوك؟ شفتها ساعتك. وفي حاجه ولا ايه؟ يعني مش حاسس ان كامل يعني عمل موضوع الخطوبه ده بسرعه. وفي حاجه على كامل ولا يا باشا؟ ما تقلقنيش. لا مفيش حاجه خالص. بس يعني التوقيت بتاع ظهورها وظهورك هنا لافت نظري شويه. بس اكيد سعادتك يعني جبت خبرها. اصلا انا ما بيقلقنيش غير العلاقات العاطفيه اللي بتحصل فجاه دي. يا حكايه مريم. مريم مين ساعتك؟ اللي بتروح لها بالليل. بص يا باشا انا عارف نظرتك دي، عندها ثلاث اخوات نايمين في البيت، يعني ما ينفعش يكون حصل بيني وبينها حاجه. امال بتروح لها ليه؟ ليه بقى؟ عمر غلبانه، عشان غلبانه يا باشا. غلبانه وفي غربه وبتجري على اخواتها. ده ملوش دعوه بسؤالي. اللي هو ايه بقى ساعتك؟ بتروح لها ليه؟ عهد مين ده بقى؟ عهد الله يا عمر. وعهد الله وعهد الله، ما حصل بيني وبينك حاجه يا مريم. امال بتروح لها ليه؟ مستجدعها. بس؟ مستلطفه. عمر احنا متفقين وحياة ربنا يا باشا ما حصل بيني وبينها حاجه
وبعدين لو عايز احط مع اي واحده من هنا ما انا هحط من غير ما سعادتك مين قال لك اني مش هعرف؟ هو سعادتك ممكن تعرف؟ اكيد. ولا اكني قلت حاجه يا باشا، بس من عمر مريم مش السكه دي. طب يلا يا بطل عشان تروح، عشان كمان ما حدش يستغيبك. انت المفروض كنت مخطوف وتعبان من كتر اللي حصل لك ده. انت عارف يا باشا عشان ازوق من سالم عملت ايه؟ قلت له سيبني في حالي بقى لاني بفكر ارجع مصر نهائي. واكن البلد دي بتقول لي رساله مالكش اكل عيش فيها يا عمر. هايل هايل هايل. دلوقتي سالم هيجري جري على داني يقول له المعلومه دي. انا عايزك بقى تغيب الليله دي وتسيبهم لغايه ما يستووا. وانا هشوف ساعتك تاني امتى يا باشا؟ زي النهارده من غير ميعاد كده. بقول لك خلي بالك ان المراقبه ممكن تتغير، والمراقبه كمان ممكن تزيد اضعاف اللي كانت عليك. اوعى تحسسهم انك كشفتهم، واوعى تحاول تزاوغ منهم، وخصوصا بعد ما هتقابل داني. وما تحاولش تتصرف اي تصرف غير المعتاد مهما كانت اهميه المعلومه، فاهم؟ عمر انت اهم عندنا من اي معلومه. ساعات بحس يا باشا ان حياتي غاليه عندك انت بس. انت حياتك غاليه عندنا كلنا، وعندنا بالذات. بقول لك ايه، من هنا على الاوتيل على طول. مفيش مريم. حاضر يا باشا. مفيش مريم. حاضر يا باشا. يلا خلي بالك من نفسك. عهد الله يا عمر وعهد الله غلبانه. سلام يا باشا. ربنا معاك. بيدافع عن مريم كتير، معنى كده ان هو متعلق بيها. وما دام متعلق بيها يبقى مش شايفها صح. طيب انا عايزك تشوف لي حكايه مريم دي ايه. حاضر يا فندم. هروح المخزن اشوف ايه اللي ناقص في كافيه. طب بابا تحب اجي الساعه؟ خلي بالك على نفسك.
قدام شوية بعد المبنى ده يا أصلا. شكرا يا أستاذ. بص واحدة بس بس لبنى لبنى لا ما تفنيش على كده بس يا كامل. الله لبنى يا لبنى استنى هتروحي مني فين؟ اوعي يا كامل انا لو كنت اعرف انك عايزني عشان كده ما كنتش جيت. مهون عليكي مجدة مش هيتحقق قبل الجواز انت فاهم؟ يا ستي ما احنا الاثنين نتجوز خلاص لما نتجوز يا لبنى يا لبنى ارحميني ارجوكي انا داخل على 40 حاولي يا اخويا هستناك لحد ما تطمن وبعدين نتكلم. يا بنت اللذينه لبنى احنا هنقضيها جري ولا ايه؟ بقول لك داخل على 40 انت ما عندكيش مشاعر اوعي. بص واحده بس ايه ده؟ انا سامع صوت باب بيتفتح يا كامل. الباب ايه اللي هيتفتح دلوقتي غير باب قلبي يا حبيبتي؟ الله وطي يا كامل روح شوف مين. مين اللي هيجي دلوقتي؟ ما تشوف مين يا كامل. خلاص سامع دقيق قوي. حاضر. كل حاجة تمام. خايفة ليه بقى؟ فكرتني انت بصاحب القهوة اللي تحت بيتنا في مصر. عرفتو مرداني عرفتو بصارة غمي اختاب هاي زيش الخا تفاق شامش لونو لسه الدار بكيشاد حوفا هيوم عم سالم في عمر. اوكي يا ساتر اي خدمه اصل اني في الحقيقه اول مره اجي في مكان زي ده. مكان زي ده ليه ماله المكان؟ لا ولا حاجة حلاوة أوامر حضرتك. أنا أصلي كنت عند الدكتور مسعود أبو الوفا اللي حداكوا هنا. مسعود أبو الوفا بتاع العظام عليك نور هو ده. في الحقيقة هو اللي شرع علي إني أعمل جلسات مساج. فالحقيقة كنت ماشي في الشارع فلمحت اليافطة دخلت وأنا بيني وبين سيادتك يعني لا عمري شفت المساج ولا أعرف بيتعمل ليه ولا إزاي فياريت حضرتك مشكورة مشكورة يعني تقولي لي
ايه نظام؟ نظام؟ التسعيره يعني. لا من الناحيه دي اطمن خالص، احنا عندنا عروض وباكجات لكل حاجه. حلاوه. الاسم لو سمحت؟ مسعوده ابو الوفا. مسعوده ابو الوفا بتاع العظام. انا عايزه اسمك انت مش اسم الدكتور. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، اصل انا متوتر شويه. صلاح مدكور. صلاح مدكور. السن؟ 46 سنه. المهنه؟ مأمور جمرك. تمام قوي. اتفضل ارتاح لما اجيب لك باقي العروض والباكجات. يزيد فضلك. مأمور جمرك؟ ايوه. ما قالكيش في المطار ولا في اسكندريه؟ لا انا قلت ابلغك وانت بقى تعاملي. او يكون حاسس باي حاجه؟ هو حاسس بحاجه اصلا؟ ده مرعوب وركبه بتخبط في بعضها، ده شكله مش فاهم حاجه. طب اسبقيني وانا حاسه لك. حاضر. اهلا 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 استاذ صلاح. صلاح مدكور، 46 سنه، مأمور جمرك. خير سلامتك. الحمد لله يا ستنا، انا اصلي كنت عند دكتور مسعود ابو الوفا حداكو اللي هنا بتاع العظام. هو كشف علي ولقى عندي التهابات في العضلات، في بعض العضلات مش كل العضلات. فهو اللي شرح علي ان انا اعمل جلسات مساج عندكم فجيت. يعني شوية التهابات خفيفة يعملوا فيك كده ويوتروك بالشكل ده؟ أصلاً يا ستنا بكره المرض موت، حتى لو كان صداع. تبص تلاقيني كده اتبرجلت وحالي اتشقلب وبحس في الآخر إني هموت. بعد الشر عليك، إن شاء الله هنضيع لك هنا أي التهابات وهتخرج سليم ومية مية. قول لي يا ابني أنت مودينا فين؟ وعهد الله ما أعرف. معقولة دي؟ أنت موحد بالله ولا إيه نظامك؟ بقول لك وعهد الله ما أعرف. يا عيني على الإيمان يا سلم. خش يا فالح. ما قالكش أنا لقيه في أنهي كتاب؟ أنت بتهزر؟ مش أحسن مضربك؟ يا عم بتلاقيه قاعد هنا ولا هنا؟ شوفوا له فني ده ممكن يكون قاعد فوق، تعالى نشوف. ايه يا عم الرباعة دي كلها؟ تصوروا ما في ولا كتاب هون بيقول انكم انتوا بنيتوا الاهرامات. امال مين اللي بناها؟ مش انا. بس بيقول لك اكتشفوا ان اللي بنوا الاهرامات بنوها في 20 سنة. فواحد سأل ليه؟ قالوا له اصلهم كانوا بيحطوا حجر ويشربوا التاني. يخرب بيتك. شباك متوتر هيك؟ تنست. لا اصل يعني انت مش محتاج تقرا كل الكتب دي عشان تقول ان احنا ما بناش الاهرامات وتضيع عمرك في حاجه محسومه كده. حاجه شو؟ يعني لو انت محتاج شهادتنا وسالم ظبطنا شويه فلوس كده ومش تبقوا بنيتوا الاهرامات. ده انتوا بنيتوا الحسين بالمره. طب راح اشتاق كتير لخفة دمكم انت وياه. ليه؟ طالع عمره؟ لا طالع من الدار. من هلا وبالرايح راح تتعاملوا مع مدير محطة جديد. ايه ده؟ وانا أقدم وحش عليك ولا ايه؟ قصة ما إلها علاقة بالأقدام يا عمر. هيدا السيستم. كل واحد بيتغير دوره بالسيستم حسب ما المحطة بتحتاج. يلا قوموا عرفكم على المدير الجديد. مش هترجع الكتاب ولا هتضرب عليه زي الاهرامات؟ الفراعنه. <الفرعين. تصفيق>
اتفضلوا. انت لسه نايم؟ اه راحت عليا نومه معلش، اصل تعبت شويه امبارح. ايه حصل لك ايه؟ طب ما كلمتنيش ليه؟ لا 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 مش مستاهل، انا شكلي كلت حاجه بايظه او حاجه يعني، بس انا احسن دلوقتي. طيب الحمد لله، يلا قوم بقى خد الشاور بتاعك والبس وتعالى لي المركب. حاضر. اسمع ما تنساش تجيب باسبورك معاك. باسبوري ليه؟ انا عملت لك اقامه هنا. بجد؟ امتى وازاي؟ ده انا حتى ما قدمتش عليها. انا اللي قدمتها. يلا عندنا يوم طويل، يلا بقى. ماشي انا قمت اهو خلاص. باي. سلام. عمر، شو المفاجأة الحلوة؟ أنا بتاع المفاجآت. عطلك؟ لا، أنت بتعطلني. شو بك؟ ليش هيك عم تطلع فيي؟ بتوحشيني. بملي عيني منك. معلش بتطلع حلوة منك هالكلمة. عشان طلع من جواي. حسيت فيها امبارح بس مرقت لعندي على البيت. والله كان نفسي أقعد أكتر من كده يا مريم. بس أنت عارفة موضوع إخواتك بقى، أنا فاهم النظام. ما حبيتش حد فيهم يصحى يشوفني. انت ما في منك، كلك ذوق واحساس. انا كنت بحب انك تضل عندي يعني لو ما هالظروف. اساس شغلتنا يا عمر انك تعرف وما تقولش انك عرفت، علشان عدوك ما ياخدش حذره ويعمل حسابه. انا مش هعطلك، كمل انت شغل وانا هفضل قاعد كده باصص لك لحد ما تخلص. وبعد ما اخلص شغل اللي انت عايزاه، عايزه نخرج، عايزه تفضلي شغاله وانا ابص عليكي، عايزة تروح تطمني على اخواتك، اللي انت عايزاه. يا خوفة منك على هالكلام الحلو. انا تخاف مني؟ ده كلام. طيب خليك قاعد بس ما تطلع فيه كتير لحتى اعرف كم كتابة هالتقرير. احاول بس ما اضمنش. لا هيك ما رح أعرف أشتغل. صباح الخير. صباح النور. تأخرت عليك؟ لا أبدا. يلا بينا عشان ورانا حاجات كتير لازم نرتبها. الو كيفك؟ بدي تذكرتين على رودوس. امتى اول طياره؟ بعد ساعتين؟ عظيم. بدي تذكرتين، اول واحده باسمي وتاني واحده باسم عمر صلاح الدين طه علي. افخرستو. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ وانا لحقت اخد نفسي. ما انت خلاص ما ابني تعب وانا لازم ادلعك.
هنعمل ايه؟ هسافر انا وانت ويك اند على رودوس. كمان ساعتين؟ كمان ساعتين. طب وهدوم؟ انا معيش هدوم. هجيب لك هدوم. مش قلت لك هدلعك؟ يلا بينا. مريم. نعم. إذا حدا سأل عني أنا مسافرة أجازة 72 ساعة بأمريكا. عمر حوصلك في سكتية. تركيني هنا ولا ايه؟ ما تقلقش، في حد معاه مفتاح سبير هيجي ياخد العربية. مالك؟ هتفضل مندهش كده طول الوقت؟ خالص. خليك فاكر احنا مسافرين عشان نتدلع ونستمتع، مش عشان نقعد سرحانين. انت سرحان فيه؟ لا مفيش، بس يعني مش مصدق البساطة اللي سافرنا بيها فجأة كده. ايه رأيك؟ تغيير؟ اصلي انا ما بحبش الترتيبات التقليدية، بحسها بتبوظ طعم الحاجة، مش كده؟ صحيح. معك حق. ايه رأيك؟ حسيت بحاجة؟ شك الدبوس. أنا عايزة أدخل التويلت. أه طب اتفضلي. ميرسي. اتأخرت عليك؟ لا أبدا. فين باسبورك؟ خد ده الباسبور باسم شلهوب نعيم عدس، فاكر الاسم ده؟ يلا عشان يدوب تلحق طيارتك، انت دلوقتي رايح تل أبيب.